الاسماك المحليه تقريبا متوفره الايام هذه من تاريخ 13 محرم كانت بقله والان ما شاء الله متوفره. عندكم اسعار الهامور تراوح سعره من 50 الى 85 ريال، عندكم السكن يتراوح المحلي من 35 ل 40، عندكم المستورد من 20 ريال ل 15 ريال، عندكم الصافي المحلي 65 50، عندكم المستورد 20 ريال، عندكم الصيفي السنه هذه طبعا اسعاره بشكل مو طبيعي، اسعاره مرتفعه بشكل مو طبيعي، الكيلو وصل 90 ريال، هذه اول سنه من تاريخ سوق الاسماك يوصل الاسعار بهذه الاسعار، يعني اسعار مرتفعه ما شاء الله. وعندك الشعر المحلي 35 45، المستورد عندك من 15 ل 25، عندك الكنعب، الكنعب طول عمر السلامه المستورد من 40 ل 45، المحلي من 50 ل 65 وهكذا، والحمد لله وفضل الله الكريم يعني الايام هذه توفرت الاسماك المحليه. بالنسبه للاسماك طبعا الاسماك المحليه بعض الاصناف مثلا قليله في السوق وبعض الاصناف متوفره، هذا الاسماك المحليه طبعا. السمك المتوفر في السوق في المزاد نسبة المستورد 60% تقريبا، 60-65% مستورد. أسماك البلد يعني قليلة، الناس متوجهة للروبيان فكميات الأسماك قليلة. بعض الأصناف مثلا تجي أيام متوفرة، بعض الأيام تجي أصناف مثلا قليلة، مثلا عندك الهامور يعني عامة المزاد كميات قليلة تعتبر هامور البلد، السمان مثلا نفس الشيء، اوقات الشعري تلاقي في السوق مليان الاسعار تخل شوي، اوقات تكون كميات بسيطه مثلا بالنسبه للشعر ترتفع الاسعار. بس الشهر هذا يعني او هالاسبوعين هذه الحين اللي فاتت الكميات بدت تنزل الاسعار، حتى الاسماك يعني الشعري القرقفان عريضي بعض الاصناف بدت تنزل لأن في توفر بعض الأنواع. بالنسبة طبعا نزول الأسعار حسب توفر الكميات طبعا، مثلا لو رجعنا قبل فترة نقول قرقفان 4 كيلو بمية، 5 كيلو بمية، 6 كيلو بمية، الحين في حتى 10 بمية، 8 بمية، 10 بمية موجود. العريضي كان ب 50 موجود الحين ب 40 35. الشعري الحجم الوسط طبعا وصل 45 اليومين هذه أمس واليوم نزل إلى 30-35. وفي أصناف ثانية بعد يعني الكنعد مثلا وصل 75 مال البلد نزل اليوم إلى 45-50 موجود. طبعا بالنسبة للأسعار خلال هالأسبوعين نزلت 30% على أصناف معينة حسب توفرها في السوق، ففي نزول يعني كل ما توفر السمك إن شاء الله تعدل الجو توفرت كميات من الأسماك إن شاء الله بكون نزول في الأسعار.